كورسات الانجليزي مش هتخليك تتكلم انجليزي زي الاجانب، مستحيل. واكاديمية مش كورسات مش احسن ولا اسرع طريقة في العالم تخليك تتكلم انجليزي زي الاجانب، لا. اكاديمية مش كورسات هي تاني احسن واسرع طريقة في العالم تخليك تتكلم انجليزي زي الاجانب، انما اول واحسن واسرع واقوى طريقة في العالم رقم واحد قول عليها دلوقتي، بس ركز معايا في كل كلمة اقولك عليها. هتنقي احسن وامتع 20 فيلم امريكي من وجهة نظرك ونزل لهم ترجمة انجليزي. اكتب اسم الفيلم على جوجل واكتب جنبيه كلمة English Subtitles زيادة الترجمة. هات برنامج وقطع امتع مشاهد من وسط ال 20 فيلم الممتعين دول. بعد كده هات كل مشهد بترجمته الانجليزي وترجم كل كلمة انجليزي جوه الترجمة لعربي لحد ما تفهم المشهد كويس قوي. ترجمه من اي قاموس اونلاين او قاموس حتى ورق. بعد ما تفهم كل مشهد كويس قوي امسك المشهد الاول لوحده واتفرج عليه 20-30 مره بشرط ما تركزش خالص في الانجليزي. خلاص الانجليزي خلص انت فهمت المشهد وترجمته وفهمته كويس قوي. اتفرج عليه بقى 20-30 مره من غير ما تركز خالص في الانجليزي، ركز بس باحداث الفيلم، حاول تنجوي استمتع بالفيلم بأحداثه. تاني يوم حاول تمثل المشهد لوحدك في البيت. لو المشهد فيه شخصيتين تقمص شخصيتين، قول الجملة بعدين عكس نفسك والجملة اللي بعديها وهكذا. هتلاقي نفسك مش فاكر معظم الجملة. تروح متفرج على المشهد تاني 20-30 مرة تحاول تستمتع بالأحداث وانسى الإنجليزي خالص. وتالت يوم تحاول تمثل، هتلاقي نفسك فاكر بعض الجمل وبعضها لأ. تقعد تكرر العملية دي لحد ما تلاقي نفسك عملت ماسترينج للمشهد، بقت 100% بتمثله زي الممثلين اللي هو المشهد بالظبط. في اللحظة دي المشهد ده خلص تروح المشهد اللي بعديه في اللي بعديه في اللي بعديه لحد ما بعد 10 شهور هتلاقي نفسك بتمثل المشاهد دي زي الأفلام زي الممثلين بالظبط، وكل مشهد بقى محفور في العقل اللاواعي بالظبط زيه زي أي مسرحية مصرية أو أي فيلم مصري أنت شفته وحفظته صم. لو عملت كده بعد 10 شهور هتتكلم نيرف لايك زي الاجانب بالظبط. انا عندي في اكاديميه مش كورسات مدرس السينما، الراجل ده بيتكلم نيرف لايك، عمره ما خد كورس انجليزي ولا سافر بره ولا حتى مارس انجليزي مع اجانب. كل اللي عمله ان هو كان بيحب افلام الكرتونز، بيحبها جدا، واغاني راب كتر ما بيحبها ويتفرج عليها ويستمتع بيها حفظها من غير ما يحس، من غير ما يركز على الانجليزي. ولما حفظها لقى نفسه بعد سنه يتكلم انجليزي نيرف لايك وشغال في اكاديميه مش كورسات. الطريقه دي مجربه مثبته 100% على الاف الناس. عيبها الوحيد ان انت ما بتكملش بيها، بتخلص اسبوع مشهد بتنبسط بعدين تقول بكره بعده تاجل مشغل الحياه لحد ما تطنش الموضوع وتنسى تقعد تاجل وتاجل وتاجل. لو ما عرفتش تعمل الطريقه دي هتشرفنا في اكاديميه مش كورسات. احنا عاملين نفس الفكره بس جوه سينما، سينما اكاديميه مش كورسات، سينما حقيقيه زي اللي بتروحها في اي مول. بس بدل ما انت اللي هترجم المشهد في مدرس هو ترجم لك كل حاجه فاهمه كل حاجه، بعدين يخلمك ازاي تنطق زيهم بالظبط، بعدين تمثل قدامي لما تخلص المشهد تروح المشهد اللي بعديه. زودنا بس على السينما فصل ممارسه للكلام والسمع. بوعدك لو بس سمعت كلامي نفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها في البيت شرفتني في الأكاديمية بعد 10 شهور تتكلم نيرف لايك وتسوق لي في كل معارفك كل قلبك. ربنا يوفقك.